واحتفل كمان بطريقه كانت very interesting. طلع على المسرح وسجد وقال انا ما عنديش كلام كتير اقوله، بس عايز احتفل بطريقه محمد صلاح. فوز سيد بدريه بجائزه افضل فيلم قصير في البافتا، الفيلم اسمه جيلي فيش اند لوبستر. الفيلم ده كان من ضمن جوائز البافتا، وهو كان فيلم صغير كان عامله وفاز بيه، وطبعا جائزه البافتا يعني كبيره بالنسبه لانجلند.